انتي عمالة تقوليلنا ان الهارب راجع، الهارب راجع، والهارب قرب يرجع، وخليكوا واثقين من الموضوع ده. طب في علامات على ان رجوع الهارب قرب؟ اكيد في علامات هنتكلم فيها النهاردة. ايه هي العلامات رجوع الهارب؟ معاكم روبي، ما تنسوش اللايكس والاشتراك في القناة. في البداية بحب أرحب بكل الناس اللي اشتركت معانا جديد، أهلا بيكو، منورين الدنيا كلها في القناة. واللي يحب يتواصل معايا عن طريق الفيسبوك أو الانستجرام، واللينكس موجودة في صندوق الوصف. طيب بشرينا كده، إزاي أحس إن الهارب قرب يرجع؟ يعني في علامات مثلا؟ طبعا أكيد تماما في علامات، والعلامات كتير قوي، بس خلينا ناخد العلامات الاكثر شهرة. ايه اكتر حاجة توضح رجوع الهارب؟ اول حاجة على الاطلاق ان انت لما تبدأ تفكر في توأمك انت بتفكر فيه بهدوء، بحب، بسلام، ما عندكش اي مشاعر ضغينة او كره او احساس بالاذى او احساس اللي هو انا فاكر له ان هو عمل لي كذا، انا عارف ان هو عمل ده، اذاني في كذا. خالص انت نسيت كل المواضيع دي، انت خلاص بقيت متسامح، انت متسامح مع نفسك، متسامح مع توأمك، متسامح مع الماضي بشكل عام ومع توأمك بشكل خاص، وعندك استعداد لبداية جديدة وفرحة جديدة وصفحة جديدة وشابتر كده، فصل جديد كده من حياتك. مشاعرك بتبقى مليانة حب ومليانة ذكريات حلوة، وبتفتكر وبتبتسم وبتفتكر المشاعر اللي كانت جمعت بيكو من الحب، فتحس ان انت كده على استعداد لرجوعه. الذبذبات بتاعتك قوية ومرتفعة، مفهاش ألم. وده بياخدنا للنقطة التانية، ان انت عندك حماس كده ومبسوط ومهيص لوحدك الحقيقة. انت مش عارف سبب السعادة دي ايه اصلا، يعني هو حصل حاجة مثلا الصبح هو كلمك؟ لا مش موضوع كلمني، انا مبسوطة، يعني انا كده المود العام كويس، المود العام كده مشرق، حماس، سعيد، مقبل على الحياة. فانت سعادتك ديت وحماسك انت مش علشان حصل حاجة، خبر حلو، ترقيت مثلا، غيرت بيت، جبت عربية، ما فيش حاجة حصلت حقيقة، لكن انت عندك الشعور دوت ان انت مصدر الحب والسعادة والسلام كده لنفسك ولكل الكون ولتوأمك. انت بقيت كده في بعد تاني خالص، بعد مرتفع، نفسيتك عالية جدا. وفي نفس التوقيت طبعا ان انت بتبتدي بقى ايه، مش بتبتدي اكشلي، بس الاشارات الكونية بتزداد معاك، سواء بقى انك بتشوف حروف توأمك، بتشوفها مثلا، يعني سبحان الله ممكن تبقى في فيلم مثلا، او بتشوف مثلا التتر كده مثلا ولا حاجة تلاقي اسم توأمك، او كل مثلا موقف، والله سبحان الله غريب جدا، يعني انت مثلا تلاقي مثلا حد وقفك في الشارع مثلا، فانت عايز تعدي ولا حاجة، تلاقي اللي جنبك مثلا بيتكلم اسم توأمك، بترفع سماعة التليفون، انا فلان الفلاني من الشركة الفلانية، هتلاقي اسم توأمك، هيطلع لك، يعني عارف، هيطلع لك من الحنفية، يعني هيطلع لك من اي حتة، هتلاقي الاشارات الكونية تبتدي تتواصل معاك، او بتبقى اكثر كثافة. وطبعا بالاخص الرقم اللي هو الوحايد بقى كتير، يا اما مرتين، يا اما 3 مرات، يا اما 4 مرات، الرقم 2 برضو بنفس الشكل. فده علامات قوية جدا على ان شاء الله قرب رجوع الهارب. شعورك او حدثك ابتدى يقوى جدا، احساسك مثلا بقدوم الاشياء، او احساسك ان في حاجة هتحصل،
او احساسك مثلا ان صاحبتي الفلانيه بتكلمني فتلاقيها فعلا بتكلمك، تفتكر شخص مثلا بقاله فتره طويله ما جاش على بالك جه على بالك فجاه فتلاقيه بيتصل بيك. بقى عندك الرادار كده بتاعك عالي، او الانتنه بتاعتك كده، او يعني احساسك او حدسك بقى اكثر قوه. مثلا الرؤى، ان انت مثلا تبتدي تشوف حاجات بكثرة وتبتدي مثلا تحصل فعلا على ارض الواقع. والحاجة المهمة قوي ان انت بقيت على ثقة وعلى يقين ان انت تقدر تجذب الاشياء من قوة عقلك وتفكيرك وأفكارك الإيجابية أو السلبية بقت فعلا بتنعكس على حياتك. فبقيت بتركز بشكل قوي جدا إن أنت تفكر بشكل إيجابي، علشان الأفكار الإيجابية دي هتنعكس على حياتك بشكل أكيد. فكرة إن يعني حتى في أصعب الليالي المظلمة اللي انت كنت عشت فيها، ومثلا الهارب مع طرف او مع العائق كبير او كذا، انت ما كنتش بتركز على العائق على قد ما انت بتركز على ان شاء الله الدنيا هتتظبط، الله مدبر الأمر، الحكاية لو ليا فيها نصيب ان شاء الله كزواج ربنا هيدبر كل التفاصيل دي. فانت كنت بتركز افكارك على الايجابيات وليس السلبيات، وبالتالي انعكست على حياتك. حتى اللي في علاقة رباعية على فكرة، عشان السؤال ده اتسأل اكتر من مرة، الفكرة مش في العلاقة الرباعية، الفكرة هل انا سعيد مع الطرف اللي انا معايا ده؟ هل يعني مكفيني؟ هل هو مثلا رجل محترم او ست محترمة وكويس وكده؟ بس اكيد طبعا شعور المشاعر والحب مع توأم مختلف، لكن هو مش مؤذي. فهل انا هقرر اكمل معاه لمجرد ان انا عايز استقرار البيت والاسرة والعيال؟ ده قرارك. طب هل هو شخص نرجسي بيأذيني ومبهدلني واخد فلوسي ومنعني عن الشغل ومنعني ومنعني ومنعني؟ انا هاخد قرار بالانفصال، علشان انت كشخص مش هتعيش في علاقة سامة. طب ايه علاقة ده بتوأمك؟ هو اكشلي ملهوش علاقة. فانت لازم لما تيجي تفكر تفصل الموضوعين عن بعض، يعني ما تكربسش الدنيا فوق دماغك. اصلا انا هسيب دوت علشان توأمي فانا هحس بالذنب، وطب والعيال؟ لا، ما يعني ما تفكرش كده. فكر الموضوع لوحده في العلاقة اللي انت فيها دي، هل انت سعيد؟ طيب هل هو شخص نرجسي؟ طيب لو هو نرجسي انا مستمر في العلاقة ليه؟ انا لازم اهرب ونيفر لوك باك، اطلع اجري. فالقرار يبقى لوحده. انا نصيبي ايه مع توامي بقى؟ دي بتاعت ربنا، فاهمين؟ ما تربطوش الاتنين ببعض. الحاجة برضو الواضحة جدا، ان افتكر كده ساعة لما انفصلت عن توامك، ارجع كده بشريط الذكريات كده ورا، فاكر لحظة ما توأمك سابك او انت قررت الانفصال عنه؟ تعالى كده افتكر شكل حياتك كانت عاملة ازاي، وافتكر شكل وبص على حياتك دلوقتي. لو حصل تطور فعلا ونجاحات وفي حاجات ملموسة حصلت وبقيت في اكثر استقرارا، استقرارا مادي مهني معنوي، استقرار مع الاسرة، ايا كان، حسيت ان في تطور ايجابي حصل، تأكد ان توأمك قرب يرجع ان شاء الله. العلامة بقى اللي تجننك بجد في موضوع رجوع الهارب، تأكد ان لحظة رجوع الهارب انت هتبقى مدي ظهرك اصلا للموضوع. يا سلام. طب ما انا قاعد مستني ده كله. بالظبط، عشان انت قاعد مستني، لكن الهارب هيرجع ان شاء الله لحظة ما انت اصلا تكون دماغك مشغولة في امور تانية، عندك حوارات تانية، عندك اهتمامات تانية، عندك نجاحات تانية انت شغال عليها، شغال على نفسك، ومش منتظر مكالمته، ومش منتظر رجوعه، ومش منتظر اخباره ايه او كذا. ساعتها الهارب ان شاء الله يكون هيرجع لك في اقرب وقت، علشان انت بقيت مركز على نفسك.
سبحان الله، العلاقة دي يعني بجد مش هقولك عكس المنطق، بس هي شغالة على مبدأ واحد فقط: تحرر من الأشياء الحاجة دي تجيلك. من الآخر كده يعني، طول ما انت استغنيت بربنا عن كل ما هو موجود على الأرض، كل الأرض هتيجي تحت رجلك. اصل انت بقيت مميز بحاجة حلوة قوي، ان انت بقيت بتدي الحب والمشاعر القوية ديت والسلام والتسامح لكل البشر. بقيت انت طاقة سلام، بقيت انت الطاقة نفسها، بقيت تخش في اي مكان بتحمل الطاقة الايجابية معاك في المكان دوت، هتلاقي الناس اهدى، الطف، مبتسمة، في طاقة ايجابية في المكان. حتى لما يحصل، احنا لسه عايشين على الارض، ما دخلناش الجنة الحقيقة، ربنا يا رب يكتب لنا الجنة كلنا. لما يحصل دراما او يحصل مشاكل او يحصل عوائق او يحصل كذا، انت ردود افعالك بقت اهدى. يعني مثلا زمان ده انا كنت بتشل واتحط واتعصب وبصقر لكرامتي وعنيف وكذا وكذا، لا انت ما بقتش كده، بقيت اكثر هدوءا، وان مش كل حاجة مستاهلة منك انك تتحرك او تتخانق او تفقد هدوءك. بقى عندك ترمومتر كده ما شاء الله بجد، يعني فعلا يعني هو ده السلام النفسي. فهنيئا لكل مطارد اشتغل على نفسه، ذبذباته عليت جدا، انتقل وارتقى في حتة تانية خالص، اتبسط يعني، قول الحمد لله ان ربنا قدرني على ده، الحمد لله، وافرح بنجاحك وافرح بالفوز اللي انت وصلت له. خد بالك دي كانت رحلة، يعني افتكر كده ساعة لما خدت شنطتك كده وابتديت رحلة التشافي دي ومشيت فيها لوحدك، انت مشيت مشاوير كبيرة قوي وحصل دروبس كتير قوي وحصل عوائق كتير، بس انت ما كنتش بتقف، كنت بتكمل. فافرح بنفسك وافرح بنجاحك، وده وقت الحصاد ان شاء الله. كل حد لسه ماشي في الطريق كمل، انت والله هتقدر، زي ما في ناس سبقتك انت كمان ان شاء الله هتوصل للمرحلة ديت، وانت اللي هتكلم الناس اللي لسه جديدة في موضوع التشافي وهتقنعهم ان هم كمان يقدروا. كلنا لازم نقوي بعض، كلنا لازم ننصح بعض، كلنا لازم يعني لما توصل لك كده الرسالة اللي انت هتشتغل عليها، اشتغل عليها على طول، ما تستناش. كل واحد سبحان الله هيبقى موهوب في حاجة، عنده حاجة بتميزه، يعني لازم ينشرها للباقي. ودي كانت فكرة اليوتيوب بالنسبة لي، يعني ان انا لما حسيت ان انا ممكن اتكلم في القصة ديت، ان احنا نقوي بعض، عملت كده على طول. يمكن ما كنتش جاهزة في حاجات كتير ومفيش وقت لحاجات كتير، بس قلت لا خليني أبدأ وربنا هيسهل، وفعلا ربنا سهل. بحبكم قد الدنيا، وإن شاء الله ربنا يقرب رجوع الهارب ويكتب الخير يا رب أيا كان، وأشوفكم في الفيديو اللي جاي.
قبل ما نكمل احب افكركم بس ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا اللايكس، واللي يحب يتواصل معايا في الاستشارات بيكلمني على الفيسبوك او الانستجرام اكاونت، حاطة لينكس في صندوق الوصف تحت.